في إطار مدن الفنون نظمت ذات ثقافة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل تكلسة مدينة الفنون تحت شعار قرى تكلسة بين الماضي والحاضر. تمتد التظاهرة بين 14 ل 19 مارس. يحتوي البرنامج عديد المحطات الثقافية، يبدأ بمعرض صور فوتوغرافية رواق الفنون من تقديم جمعية فوتوغرافيين تونسيين تحت إشراف السيد عبد اللطيف العكرمي، كذلك معرض لإنتاجات يد الفنون التشكيلية دار الثقافة. يوم الخميس 15 مارس اليوم معرض مسرحي للأطفال بعنوان بائعة الكتاب. غدا سيكون لقاء مع التنشيط الاستعراضي والألعاب السحرية مع جمعية بدر لتنشيط الأطفال يوم 17 مارس بفضاء مدرسة ابتدائية البريش. يوم تنشيطي مع مدرسة فضاء مفتوح بمشاركة أساتذة التربية التشكيلية وفنانين تشكيليين من جهة. تختتم التظاهرة بمنوعة تنشيطية وعرض فولكلوري ومرسم فضاء مفتوح بساحة الفنون أمام قصر وادي العبيد.